حياكم الله مشاهدينا الكرام في حوار السلطه لهذا اليوم ومباشره ارحب بضيوف حلقتي الدكتور فتاح الشيخ النائب السابق مرحبا بك حياك الله دكتور حياك الله استاذ صيح مرحبا بحضرتك وارحب بضيف اذا الشيخ ابراهيم الدنيمي المستشار السياسي حياك الله مرحبا بك شكرا بيضيح. جزيلا حياك الله استاذ خلي شويه ندفع على الدكتور فتاح بالبدايه إيه خلي ورطه لا لا بيت والله خذ <applause> والله لا عاد <عشان> نسوي له ها نحاوره <applause> نحاوره <applause> خير ان شاء الله حياك دكتور حبيبي السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> لو جينا قرينا كل تفاصيل الوضع الان الكل تشوفه مرتبك عندهم خوف والاغلبيه مو صاحبه قرار ولا يعلمون ماذا سيكون وضع العراق الفتره القادمه. شكرا جزيلا تحيه طيبه لجنابك الكريم والضيف العزيز شكرا حبيبي آه ومشاهدينا الكرام واليوم هو حقيقه مال الموضوع انا ليس بصانع قرار وكل منهم يرمي التهمه على غيره هو منذ ان آه بزغت الشمس الديمقراطية حلوة هاي في العراق حتى هذه اللحظة لم ولن يكن العراقي المنتخب من قبل شعبه صانعا للقرار كردي سني شيعي كلهم حتى الأقليات ولو الكتل الثالثة باعتبار هي تتسيد المشهد لكن لم يكن أحدهما بدءا من جلال الطلباني الله يرحمه إلى إبراهيم الجعفري وصولا إلى اليوم رئيس الوزراء الحالي لم ولن يكن أحدهم صانعا للقرار كلهم منفذون قرار والقرار دولي أمريكي يصنع ويطبخ بمطابخ أمريكية وينفذ على أرض العراق والكل تشارك بهذه الصناعة حتى عندما شاهدنا مؤخرا أن هنالك بعض السياسيين الذين كانوا سبع البرمبة في يوم ما سارع إلى الجلوس مع السفيرة الأمريكية هنا وهناك كل يوم هو طريد الطريد الصواريخ الامريكيه والاسرائيليه الموجهه على العراق لا سامح الله. <applause> هنا احنا لا نجامل شعبنا ولا نغفل جمهورنا الكريم على انه احنا مو بارباك، لا ارباك <applause> واحنا مو جزء من الازمه، لا جزء رئيسي من الازمه بل ان العراق كما يقولون هو بمثابه قول الفصل سواء في الازمه او في الاستقرار، يعني اذا استقر البلد استقرت المنطقه. وإذا اضطرب البلد، اضطرب العراق، اضطربت المنطقة. فنرجع إلى إخواننا السياسيين، بعضهم إخوان. أنهم يعرفون جيداً، حتى رئيس الوزراء عندما يقدم إلى كرسي الحكم، اكو هنالك ضوابط وشروط يلتزم بها وخط سياق خط يسير فيه لا يمكن أن يتجاوز إلى ما بعد هذا الخط، لأنه عندما يكون يتجاوز هذه الصلاحيات المرسومة إليه. راح يدخل في سؤال وجواب وما اكثر المسؤولين الان يقفون امام السؤال والجواب هنالك ملفات وهنالك جرائم حقيقيه وهنالك فساد وسرقات هاي كلها تفتح امام المسؤول الذي يريد ان يتخطى الحدود المرسومه له في ظل الديمقراطيه زين خوش هاي الديمقراطيه زينه خلينا نبدا بها دكتور فتاح مو زين هاي الديمقراطية اللي هم ينفذوها على العراقيين لكن لا تنفذ عليهم كسياسيين رقم واحد رقم اثنين انت لما تكون يطلب منك ان يكون قرار سياسي وحاسم للعراق تقول انا مو شريك انا مو كل القرار كله بيدي بس بالاموال وبالصفقات لا انت كله بس لك تمام هاي هاي مشكله كبيره كبيره مش بسم الله الرحمن الرحيم اولا تحيه لجنابك الكريم وشكرا لك وللعلاقات الكادر اليوم خليتني يا اخوي الحبيب صافي نعم محترم الوطني صيف. العراقي والمشاهدين الكرام كل الاحترام والتقدير شكرا ال... الديمقراطيه بالعراق مو ديمقراطيه ديمقراطيه مفتعله مطبقه بس على بنود الدستور اما لما تجي الحقيقه الديمقراطيه وحريه الشعب انا باعتقادي الشخصي في بعض المجالات منتهكه <applause> حرية الرأي في بعض الأحيان منتهكة حرية التعبير في بعض الأحيان منتهكة حرية المطلب الشعبي منتهكة حرية الاطمئنان للعيش السلمي منتهكة طبقة سياسية البعض وليس الكل طبقة سياسية اللي شافت نفسها أنه مدت تتوالم أو تتلائم ويا الجو العام قعدت وسكتت وبدت تشاهد الموقف السياسي وتشاهده عن بعد حتى تعرف وين دي يروحون بالبلد البعض مستقتل لو الكرسي لو ماكو برلمان البعض يقول لك انت بالصرف انا اتحكم انت اتحكم لكن من تصير خروقات بالصرف يروح بها المدير العام لو مدير القسم لو غيره الموظف البسيط ايضا اذا استاذ نصير احنا امام مفصل ومفترق طرق كلش كبير بين السلطه وبين الشعب طيب. الشعب اليوم وأنت ابن الشعب وأستاذ فتاح ابن الشعب إذا تشوفون إذا نختلط بالعالم العالم بالضجوره العالم مخنوقة محصورة تروح تباوع الشعب لأن الدستور كفل حرية العيش الكريم مم. أنا أسأل نساء الشهداء هل عايشات كريمات؟ الأرامل والمطلقات اللي مضطهدات عاشات بحياة كريمة ويها, ويها, ويها وسائل العيش الكريم مثلاً؟ المتقاعدين اللي خدم العراق وبناء 40 سنة مم. هذا طلع ب 400 500 600 ألف وكعالم تأخذ عشرات الملايين بالشهر هل هذا تطبيق للديمقراطية وللدستور مم. أمثلة كثيرة جدا السيدة أسرد لك بها للصبح جيد فالقصد مم. احنا مثل ما تفضل دكتور أخوي أستاذ فتاح الوضع الآن كديمقراطي أنا ما اعتبره ديمقراطي نهائيا نعم يعني شو الديمقراطية يقعد أنا ونصر العوام وأستاذ فتاح ما حفظ الألقاب والله دي نطلع بالفضائية وتقولون هذا حرية, حرية الرأي هاي مو حرية الرأي يعني كل ما نحكي نحكي قال خمس دعاوي قدامنا وين حرية الرأي هاي مو حرية الرأي حرية الرأي لازم يكفلها الدستور بطريقة صحيحة ما تقام دعوة على أي إعلامي أو صانع رأي أو يظهر خلينا نقول بالقنوات التلفزيون الفضائيه الى ان يكون عليه دليل قاطع، احنا دنجرجر كل يوم بمحكمه تحقيق ومحكمه جنح، ودي الساعه حكيت لكم محكمه الجنح اللي صارت ويا قبل كم يوم. صح. تيجي على العمل ماكو عمل ماكو تخطيط استراتيجي، هسه انا مثلا راح اقول لك اذا نريد نعيش حياه كريمه صحيحه، يفترض نفعل قانون الشركات الخاصه. جيد. واحد طيب اثنين يعني هذا هم مهمه بالنقاش حتى بعدين نعبر بالمراحل الجايه نرجع لهم لا ما يدك تعبر المراحل هاي يدك من البدايه تبدي تبلش لي. تقول لي شنو الوضع الجماعه شنو وضعهم الوضع وين رايح الوضع رايح للخراب هون للخراب قوي <applause> طبعا احكي لك صر... انت تدري صراحتي إيه إيه؟ يعني صراحتي اليوم أص... اكثر اثنين صريحين هو انا جايب صراحتكم هي الصراحه يعني... احنا رح... وين وين؟ يعني مم. الاول الباق... قعدنا اجتماعات ما ملينا ونخر عظمنا مم. واتفقنا السبت اجتماع انتخاب وماكو اعتقد السبت راح تتاجل الج... لا هسه الوضع العام هو. احنا سياسيا وين رايحين؟ البلد وين رايح؟ مخبطين استاذ آه نصير تخبط آه آه. هذا السياسي يمنع هذا يقبل هذا يسعد، هذا ينزل هاي مو ديمقراطيه آه انا اريد من ادخل للديمقراطيه واريد انتخب مثلا وانتخبت حكومه أريد الحكومه خلال يومين ثلاثه اربعه تتشكل وتخدمني زي. زي. مو تبقى سنه كامله وماكو حكومه أوكي. وطارت طارت من عندنا سنه وشهرين لو لا طبعا وقبل وهسه راح طارت من بس اقول لك نقطه كلش مهمه شيخ ابراهيم عنده قضية جدا مهمة، شو يقول لك؟ يقول لك انه انت على اي اساس تجيبني وتخليني بمحور سياسي ماشي وباللحظة الأخيرة ما تكمل وياي. يعني. وهذا يبدو أغلب القوى السياسية والكتل السياسية تشتغل على هذا الطريق. طيب الآن الانعكاسات والوضع الخارجي على الوضع الداخلي اللي دا يصير الموجود موحد صاحب قرار ماكو التزام سياسي العراقيين الطبقه السياسيه اغلبها هام للعراقيين وين حنروح؟ هو قال خربانه يعني ما ادري يمكن احنا محظوظين إثنيننا اليوم ان يكون هذا المحور باتجاه الديمقراطيه باعتبار عشناها اسمح لي دكتور لو انت محظوظ, دا 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 لو أنت, أنت, محظوظ؟ انت محظوظ يمكن راح تطلع في الضربات قويه يلا أين أين طبعا أين. المتلقي انا متاكد يستانس للتعبير الحقيقي ولا الضمني أنا ما معتاد أنه أعبر أو أصرح تصريحاً ضمنياً بقدر ما أصرح تصريحاً مباشر كما هو صح. الشيخ الدليمي اليوم إذا اتفقنا على أن تكون هذه النخبة السياسية وصلت عن طريق الديمقراطية خب وأنت عندك شعب صوت لك فأنت بالنتيجة تمتثل وليك هذه الصفة المعنوية ما زلت أنت ممثلاً عن هؤلاء صح. تنزل ممكن واحد يشوفك بشارع يبصق عليك لأن يقول هذا سياسي فاسد وممكن واحد يشوفك بقهوه او بعتبه مقدسه يسلم عليك يقول لك هذا انسان وصارت محترم وصارت, وصارت انا عندي تعبير يعني ما صح عندي تعبير ربما يكون مقبول سياسيا وان شاء الله ما يكون فيه جانب تجريح حتى لا يثول معانا للقضاء اليوم في الديمقراطيه تغلفت بغلاف جديد يعني انا بالتسعين سمعت كلمة غوغاء ولاول مرة اسمعها من السيد الخوئي من كان في ضيافة الطاغية قال له ما الذي يحدث في العراق؟ فالسيد ومرجع ديني يريد يخلص من حاكم ظالم قال له غوغاء لما اجينا درست الغوغاء لقينا ان الغوغاء هي تعبير عن امزجة عشوائية بشعب ثائر لا تبين ان المصطلح الحقيقي للغوغاء الان ان بعض الذين يمارسون السلطه في الحكم ووصولهم الى كرسي الحكم يمارس حكومه غوغائيه باهواء وامزجه حزبيه سياسيه مثل ما تفضلت انت تعد العده لانتخاب الرئيس واجى تليفون او اجت رساله بالواتساب لمجموعه من الكتل فركشوا وهذا طبعا معتاد عليه هو مو اول مره لانه هذا الرجل عرفه اني دائما يرسل هاي الرسائل يخرب اكبر جلسه مجلس النواب قد يكون بعض الكتل الأسماء اللي عنده أو كتل ربما ساعد على أنه يريد دائما يثير الوضع وملفت للنظر حتى يقول لكم شوفوني تراني مؤثر صح. على الساحة الشيعية والسنية والكردية هذا مشكلتي وهذا ما دوا بس السيد مقتدى الصدر أوه. بس أوه. <applause> بس استاذ فتاح معيبة على الكتل السنية السياسية اللي تسمى قادة ويفرض عليها رأي شخص واحد أنا ايش قلت لعد بالبداية قلت لك هؤلاء منفذين وليس صناع للقرار وهي جين. مشكله زين اذا هذا الدواء سيد مقتدى الصدر السيد مقتدى الصدر وين؟ جايك. موجود ليش ملتزم الصدر؟ موجود جايك عد العد. جاي. العده جاي وجاي ويا شعب رسل كامل رسل. وليس صدرين فقط شلون؟ شعب بأكمل الان وضع في بودقه الاصلاح لا خيار لهم غير هذا وقال هو الرجل قبل سنتين وثلاثه واربعه بل حتى حقيقه كلت يده من او لسانه من النداء تعالوا خلينا نلتقي خلينا نجتمع كمقاومه كحكومه كاصلاح ما حد سمعه الان الناس تحتاج بالحديث لكن انا اقول في المستقبل القريب قاب قوسين او ادنى ستحتاجه العمليه السياسيه برمتها العمليه السياسيه في العراق ستحتاج افكار السيد مقتدى الصدر ورؤى في ما تبقى من الانقاذ للعراق المستقبل جيد هسه نحكي على ما, ما تبقى شيخ بتحكي بثقه طبعا اكيد دائما تتحدث بثقه انه جايك السيد مقتدى جايكم السيد مقتدى الصدر وبقوه جايكم للقوى السياسيه وللشعب الشعب, الشعب. ايد ما لا, مشكلة. لا, لا هو جاي الرجل للانقاذ ما جاي ينتقم خلينا آه سيد مقتدى ابن ابن رجل قلبه رحيم م. ورضع الرحمه من المرحومه والدته رحمه الله عليها م. وسمع وعاشر ابو رحمه الله عليه السيد والده اللي يرضي الله والشجاعه <applause> نتذكر لقطه للسيد الشهيد الصدر عضو عضو قياده قطر العراق اجى ما ادري ايش يحكي يا شفت باحد الفيديوهات بالعصا مالته هيك كفخ وما خاف من الاعدام من يقدر يحكي رفيق حزبي عضو قياده فهذا اسد لا تخاف منه الاسد من يقعد يقعد فوق الشجره يباوع يباوع يعرف بها لحظه ينزل ويعرف بها لحظه يهجم الرجل بعد يعني الثاني ناس تقول لي انت في بعض الاحيان <applause> يعني <applause> <applause> الرجل من 73 الى تشكيل حكومه الى 73 نائب قال للشباب السحبوا جو على الحلبوسه قال له تفضل وقع قال له خلينا نروح نشوف قاعد يباعوا شنو النتائج؟ بناء على هاي المفردة الحلوه انت رجل الدكتور ابراهيم الدليمي وتحيتي لكل دليم في العراق الله والوطن العربي الله يبارك هنا يبدو لي شخصيا ان سماحه السيد لا يريد كل العراقيين ان يكونوا صدريين لا بالانتماء انما يريد كل العراقيين وكل الصدريين ان يكونوا وطنيين في عمليه انقاذ العراق وانت ما ذكرت لجنابك الكريم ان من تتحدث البعض يقول شو بين شيخ ابراهيم صدري شنو المانع؟ تشرف اكو سني صدري واكو كردي صدري واكو مسيحي صدري وكل العراقيين وكل عراقي صدري هو وطني، مو صدري على حساب التدخل في قامة لا لا لا, لا عائله بيت الصدر لا, 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 كل لا على حرصه للعراق طيب والعراقيين اللي طارين شلون؟ والعراقي الإطاري كل, والعراق كل الاحترام لهم لكل الفئات والله الإطاري يا اخي جاوب يا لا جاوب خجاب 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 لا 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 اخذت وقتي يلا خلاص <applause> الاطارين لهم الاحترام المقاومه الاسلاميه لهم الاحترام الاكراد لهم الاحترام على ان يضع العراق بس اكمل لك اذا سمحت لي السنه الشيعه كلهم لهم التقدير والاحترام على ان يكون العراق هو رقم واحد هم والشعب العراقي رقم واحد <applause> مو أهواءهم واحزابهم م. هاي نقطه اثنين اريد اريد شوية اتحارش اذا سمحت <applause> لي تفضل خوش ما اترك الحوشك لا علي. <applause> الله <يحضر> عليك الله يحفظ عليك أنا وين كاميرتي دوله رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية آه الأخ المحترم أستاذ فايق زيدان أنا كل سؤال يأكل بقلبي ما يخليني أنا من شوف عين شلون مرمى ليش المقاومين من التيار الصدري بال 2004 و5 و6 و7 اللي اخذوهم الامريكان وضربوا الدبابه الامريكيه وقتلوا الامريكيين؟ انسجنوا ليش مسجونين ارهابيين ونسائهم لا قاع لا راتب لا تقاعد؟ ليش اللي يضرب هسه الامريكي ويستشهد ياخذ كل الحقوق؟ هاي اخلي السؤال امام الله الاجابه عليكم انتم اذا لا ضربوا الامريكي هذا ضرب الامريكي ذاك استشهد هذا استشهد المعوق ذاك ما اعطيت ولا رتب ولا حقوق ولا غيره هذول هنا ياخذون كل الحقوق وانا احترمهم كلهم كمقاومين وانا ايضا مقاوم وياهم ما 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 اتهرب واقول لا وما لا لا كنت مقاوم وأنا واني معتقل بريء تعذبت سنه ونص واليوم جابوا لي ملف واحد تشابه اسماء بالرابع تشابه واحد مواليده 84 وواحد مواليده 63 مركبين هذا الاسم على هذا وب 30 ست... 30 سنه بيوم 23 10 انحكم مؤبد هاي عداله الله عداله العراق هاي وعدة تقرير طبي 14 ماده من سجن سوسه انحكم واحد انحكم قبل سنه استاذ نصير ودوا سجن سوسه ورا سنه استاذ فتاح سجن سوسه يوديه المستشفى مريض محكوم لقوا عدة 22 آثار تعذيب لا عالم يعاني من ورا سنة شيخنا هل هاي عدالة تدني آني أؤمن أنه أكو ديمقراطية بالعراق بناء على كلام الأخ المحترم نصير ما موضوع الديمقراطية وما أنهى وأسلف به السيد فتاح هاي الديمقراطية المغلفة اللي قلنا عليها لازم لازم نلقى رجل واحنا متاكد جزوه جاي ان شاء الله راح يشيل هذا الغلاف بس اتمنى انتم لسه بالسلطه تشيلون هذا الغلاف اللي ببعض الظلم للفئات الكثيره من الشعب العراقي، اصفق خذ. عندك دلوقتي. تعقيب دكتور؟ بس ردت اقول لك انه الصدري يدفع الضريبه لانه عراقي، واجندته عراقيه، وامواله التي يشتري بها السلاح مقاومه للمحتل اموال عراقيه، المجايط من برا وما عندنا مطابخ. هذه هي المشكله والمقاومين الاخرين سلاحهم ما ارد انا ارد اسولف على من ذكرهم ليش تسولف على يعني ان الصدرين آخرين. قد الصدرين كل الصدري مقاوم عراقي عربي مسلم يضرب الاسرائيلي والكيان الصهيوني الى الاحترام والتقدير الصدري دفع ضريبته لانه عراقي واجندته عراقيه وامواله طيب اللي طيب يلا بها السلاح لمقاومه المحتل العراقي دكتور تقولون الفصل ما عنده مطابخ ولا دكتور أجندية. دكتور القوى السياسيه وبالتيار الصدري يقول جايتنا الفرصه احنا بالسنه انتخاء الحكومه الجايه انه صارت خلاص شو تقولون؟ يعني قصدك المكتب السياسي انا الرجال قاعد اعبر عنه وجهه المكتب السياسي هذا عامه يعني اي واحد يشوفه يقول لك التيار الصدري هي جايه له صلى على محمد اللهم صل عليكم بارده ان شاء الله وهم وهم <applause> أ... اكو كتله سنيه قويه وكبيره جدا 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 راح تشارك بالانتخابات الجايه وتاخذ اغلبيه ويجوز تحط ايديها بايد الاسد. جيد هسه عم نخلي الشيعه يحطوا ايدها شيء جيد يعني اذا لا 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 لا, لا 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 تروح لا تروح تروح من الشارع انتبه لا تروح من الموضوع دكتور راح السنه كتله سنيه كبيره شجاعة دكتور والشيعه عد كتله صدريه شيعيه شجاعة زين والكرد كذلك هذا شيء ايجابي هكذا هي الديمقراطيه نصير استقرار مو الديمقراطيه شراء الاصوات ولا شرائط الصعوبة الديمقراطية أنتوا عادين العدة وأنتوا يصير حديث بين التيار الصدري الآن على المستوى السياسي والشعبي الحكومة القادمة ومن سيمثل أغلبية الشيعة نحن التيار الصدري وإحنا بكيفنا اما من نجيب ندخله وأنا بالحكومة أو من دخله لا تقول لي لا هذا ما ذهب إليه سيد السيد قبل سنوات من قال يا تعالوا يا إطار لو أنتم شكلوا الحكومة وأنا أطلع برا لو أنا شكله أنا مسؤول عنها فالمسؤولية قادمة نعم انتوا حتشكلون حكومه وبكيفكم بعدين؟ مو انت لا تقول لي انتوا حتى لا يصير اني اتحدث رسميا عن السعوديه في حينها انا اتكلم رؤى سياسيه زين لحقيقه الرسائل ايه؟ للراي العام العراقي زين قراءتي تقول اليوم يوقعنا يوقعنا العوام لا <applause> العوام <applause> 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 انا استاذ نصير ترى عندنا تاريخ اعلامي اكثر من التاريخ السياسي لا حبيب اكثر من 35 عام أنا اعلاميين وباقيين انا نصير نصير وفتح فتح اي والله صحيح الرؤى تقول وتحليل السياسي يقول أن المسؤولية ستكمن بيد أهلها يعني الله. إن شاء الله. الشعب العراقي هو الذي سيحكم ربما سيد مقتدى الصدر أو شخصية سنية أو شخصية كردية تتلاقى هذه الكتل مم. وبعدين هم ما جايين من خارج أو نقول كتل شخصيات شيعية محترمة لا ثقلها نعم لا بأس فما جاي من خارج الحدود. اريد احط مانشيت عريض. شو تريد؟ التيار الصدري يعني ستكون له الغلبة السياسية والبرلمانية وتشكيل الحكومة بل هو ومن يأتي سيأتي تبع أنا يعني أشوف لا 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 مو تبع قوي يعني هاي سامحها بترسل الدنيا ابن الحلال أحنا يصرح واكتب لصير العوام ها؟ لا ما <applause> صرحت أقول سامحها لا نقدر نقول أستاذ سير نقدر نقول اه نتوقع قدوم التيار الصدري الشعبي ايه؟ في الانتخابات القادمة بشكل كبير زين والسنة السنة ستظهر كتلة سنية الآن تتشكل كتلة سنية إلها دعم داخلي مم. وإلها دعم جماهيري شعبي من فئات الشعب العراقي سنة وشيعة راح أعتقد بإذن الله بإذن الله عادين العدة أن تكتسح الشارع السني وتخلصنا من هاي البلاوي ودنا نشوفه وتصارت وذات الأشخاص الموجودين الآن من السنة؟ لا مو ذات الأشخاص ولا واحد بهم راح يكونوا بهاي الكتلة ولا واحد بهم ولا واحد حلو زين احكينا بقى عن طبيعة هاي الكتلة شوي شوف أه... بعض الاحيان نواة انت تجي تصنع بهاي القناه, القناة تصنع قناه وتعطيها شو وتعطيها قوه وتعطيها ثقل وتعطيها مشاهدات وتعطيها وتعطيها وهي القناه مهتمه بس بنفسها ما مهتمه بيك وبالموظفين وغيره يصير عندك كلل وملل بعض الشخصيات اللي دعمت بعض الشخصيات من الماكو اعلاميا وعشائريا وغيره سوت هاكو صعدتها وبالتالي صارت هذا الشخص او هذا الرجل او هذا الزعيم اهتم بنفسه وبحزبه. مم. راحت هاي نفس الشخصيه دعمت الغير والغير جيبه 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 وصعدت سوالة كتله وقام كل شهرين ثلاثه اربعه خمسه يجي. فهل هذا ال... هاي عفوا العراقي يروح يتونس؟ لا يعني اعمال. آه. زين. فاحد هؤلاء الاشخاص يعني قال انا ليش اليوم اصنع فلان واصنع فلان, فلان وصار سنين واني لا. بدا يشتغل بدا يشتغل الى ان الكثير من ابناء الشعب العراقي راح عممها حتى لا تقوم بهم صار انت عممها تدوخهم هو انا اريدهم داخل هو أريدهم داخل لا اريد اصحيهم حتى ينتبهون ايه. لا فشخصيات هواي بالعراق فتحت قلت ليش ما تسوون كتله؟ زين سووا كتله وندعمكم طلبوا اربع طلبات هذا الاشخاص هاي الاربع طلبات وحدها باذن الله وتذكرها ويذكرها الاخويا هاي الاربع طلبات راح تجيب لا يقل عن مليون ونص صوت الى مليونين يعني. حلو وخلي يشوفنا ابو قراوه بالمعبر يبين وراها ايه. راح نطلع الحسره والموت اللي بقلبنا مال 20 سنه مو م. انتقاما م. لا قانونا وحسابا واول فكره واول مبدا بهاي الكتله راح تحاسب ربحها على قانون من أين لك هذا؟ يعني يعني القيادات السياسية أمام محكمة سياسية وقانونية قادمة هي حكومة إصلاحية أصلاً 100% بالمئة حكومة الآن إصلاحية الآن الآن, إيه؟ الآن نضج شعور لدى المواطن العراقي بأمس الحاجة إلى الحكومة الإصلاحية أن تحاسب هؤلاء الفاسدين. خير من قدوم قوات امريكيه مجددا وافتح محكمه جنايات عليا وطبوا بخمسه وطلع عشره لا ما تفضل به جناب الشيخ في الصحوه في الجمهور السني تشابه طبعا اكو صحوه بالجمهور الشيعي بس البعض متمسك لاغراض حزبيه ورواتب وامتيازات بعض الاحزاب ولا ماكو جمهور حقيقي الا التيار الصدري واقولها بصراحه الصدريين هم الخط الوطني الذي سياتي بحكومه اغلبيه وطنيه عراقيه اصلاحيه. هسه راح تقول لي بس الصدرين يشكلوها والبقيه تتفرج اقول لك لا، اكو اصلاحيين سنه واكو اصلاحيين كرد واكو وطنيين سنه وطنيين كرد م. عرفت؟ م. واكو عراقيين سنه واكو عراقيين كرد يعني نؤمن بان احنا اصحاب المطبخ الداخلي ننام بانفسنا عن أنهم نكون تابعين لايران من شيعة إيران أو سنة السعودية باكر صارت أزمة إيران وغير دولة أنا شعليت أدفع الثمن أنا عندي هوية وطنية صارت أزمة سعودية خليجية مثلا ودولة أخرى شعلي ابن الأنبار وصلاح الدين يدفع الثمن والله على حساب لأن هذه قاعدة سنية هذا العمق العقائدي محترم بس هو م. ليس له علاقة في بناء بلدي صح أني بلدي أريد أشتغله أني كعراقي بطريقتي الخاصة أنا سني أني شيعي أنا كردي أنا أزيدي آه آه أنا بديت أربط بحديثك دكتور أنت وشيخ إبراهيم والله ربطك صحيح إيه. ما بتحكي والله صحيح بديت أربط إيه. بحديثكم على انه انت تنتظرون توقيتات واشياء معينه تتنظف الامور قدامكم الطريقه تنظف الجماعه إيه ثم تجون براحتكم لا, <applause> لا 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 مليجي 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 استاذ لا مو لا مو هي خط من الخطوط ايه؟ اللي قالوا قلنا انتظروا خلينا نشتغل سياسيا شعبيا لكن اذا ما صارت ايه؟ يبذل تدري الحراس يشتغلون ينفخون من نام من هنا زين العالم <applause> العمليه زي السياسيه ما جايه طابوا على حزب فلان طبب له دبابه وجا سقط نظام حكم زين هي ديمقراطيه حكم الشعب لكن انا اقول لك شوي عدل ما تفضلت به في مقولتك الذهبية. أنا أقول أنه مثل ما اكو هنالك حقوق وواجبات بالدستور م. ليس معناه أنت تمتلك حق والله حطيت راتبك بجيبك هذا حق. لك حق أن تنتزع حقك ممن يحكمك. صح لأن اللي يحكمك هو يمثلك فالحق ما يجي يحطه لك بحلقك أبداً. أنت تطالب به وتاخذه. تنتزع انتزاع. زين كما أن لك واجبات فمن أز... من أسمى واجبات المواطن على الوطن أن نسمى بشيء اسمه العراق الأب الكبير الحضن الكبير جيد. العراق يحتاج أبنائه إيش قد ما راح حقوق وواجبات إيه؟ المواطن العراقي أن ينظف العملية جيد دي. إيش قد ما راح دبلوماسيا حديث سياسي كلها حديث عبرناها تحت... لا لا, لا أي أكيد اشتغلناها عبرناها جيد يعني ايه شنو هذا المشهد له. أنا أشوفه إيه؟ متابع ومنمق وهنالك حتى مجتمع دولي قد وضع علامات ايجابيه على البعض انه نعم العراق لا يمكن ان يحكم الا بالخط الوطني الاصلاحي ولهذا حتى سماحه السيد الله يحفظه الان كثير من دول العالم والعرب عرفت انه السيد مقتدى الصدر ما جاء لاجل سلطه ويقاتل فلان وفلان على حساب كرسي اتفضل الان ما عنده مصلحه توضحها ها توضحها شنو لا لا احكي احكي المكشوف ليش ليش؟ انت ويا بنفس المشروع شنو؟ لا لا هو رجل مشروع واحد هم مشروع مشروعهم واحد والله واحد, بس اثنين لكن نفس البلد دجله والفرات يصبون في شط العرب افهمها <applause> شو دخلت؟ لا ما دخل انا أدخل انا دخ لا انا عندي ربط ارد اربطه يلا بيرفكت انا ارد ارد اربط الموضوع بس انتم مشكلتكم شنو اللي جاي تسووا؟ جاي تروحون انه انت تطي راس الخيط وتروح تقول لي كمل انسجها للسجاده ما هو انا عارف السجاده شلون حصير بس اذا تكونوا تحجون ممنوعين من الكلام لا مو ممنوعين ممنوعين من الكلام بالعمر ليش؟ الى ان تنضج الامور لا 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 صحيح من منطلق لا تقتل الوليد لا لا حجيبة لا <applause> نقتل الوليد قبل ولادته واكثر الحب ما قتل احنا عاشقين شيء سنراه قريبا زين لكن الان واجبنا ان نحافظ عليه فلا تقتل الوليد قبل ولادته الولاده الميمونه قريبه للشعب العراقي وأطمن من الجميع أن شعب العراق سيحكم نفسه بنفسه يعني شنو كان فك... حكمه؟ كانت حكمه أجندة شرقية وغربية قال أبو هاشم هاشتاغ لا شرقية ولا غربية زين شيخ الفكرة وين أستاذ نصير؟ أنا من الناس المتحدث لم ولن أستلم أي منصب زين يعني خافوا مستحيل زين أنا أمنيتي شغلة واحدة اذا استلم استلم ملف واحد ملف متابعه السراق والفاسدين واللي عذبوا العراق هذا ثقيل واقدر له وشاربك ونعل. وشيبتك ونعل. وراس الامام علي اقدر له والنعم ما اخاف من احد وتقول انا ما انتقم اه بالقانون آه انا مو مثل باقي اشيل الكواتم او اشيل السيف او اسوي دعاوى كيديه لا آه انا راح اشتغل شغل دول اجيب لك شلون كنت قبل 2003 وابوك ايش قد كان عنده الله يحفظه وعمك ايش قد عد اخوك ايش قد عد شنو تملك ومن طلعت من 2024 25 نهايتك ان شاء الله وبعد مستحيل تشوف هذا المنصب تعال قل لي صار عندك وش قد خدمت بالدوله العراقيه وش قد راتبك راح اجي اقسمهم كلها لجان دوليه راح تقعد واطلع لك اياهم كلهم لو تروح ذابهن بالناس بل... الفضائية أي حديث سياسي أي حديث عن تغيير تتحدث أي ح... حديث عن أي حديث عن محاربة فساد فاسدين يقول لك أنت جزء من المشروع الصهيوني رأسا يوظفك الكاب بهذه الطريقة نفس... خلي شو يقول جزء من المشروع الصهيوني أمبح براحتك أه إيه؟ تتهمني صهيوني؟ <applause> إيه؟ تتهمني صهيوني وأنا المسلمين الشهداء دي يشتسدون واحد ولا الاخ متعزي حم من السلطه لازم واني وانا قاعد هنا اعزي بس اعزي اهل لبنان واهل فلسطين وانذب ابو الصهيونيه وتتهمني الصهيوني اقول لك تقيت الصهيوني ابقى انبح ما ادري لك فاحنا عديت احنا احنا ترى احنا من ضمن يعني اشبال الاسد ما نخاف وبعدين خلينا إيه نكون انت ايها الفاسد، ايها الميليشياوي، ايها الذي تدعي نفسك ادعاءات شتى، انت من اتيت بالصهيونيه، وانت من اتيت بالامريكان. فعليك انت تراجع نفسك اولا، كما انك جزء في يوما ما من مشروع دمار البلد، احتلال العراق. فانت ليش الان توكل التهم الى غيرك لانك انت اقبلت على الزوال مو على الرحيل. على الزوال والمحاكمه وابواب المحاكم ستفتح. والقضاء العراقي سيقول قولته بشجاعة وتظهر صورة القضاء العراقي عندما يحاكم الفاسدون بعقبة 2025 في حكومة الأصلاح هذا جانب جانب ثاني يعني هل السيد مقتدى الصدر الله يحفظه من فراغ لما عجل في مسألة تجريم التطبيع ما هو يدري المطبعين من أمه ويعرف من اللي راح يوقعون بعدين يطبعون يعني لأنه القانون طبعا مو بس هو كان السيد يدري الفاسد عندما ينحصر يختل تحت ابطل مطبعينه هو هذا يقول لك انا ممشي الوضع هنا خطوره جدا فلجؤوا مع انه الفتره الزمنيه محدوده مو وراها انسحبوا محدوده جدا وما معقوله واحد يريد يشكل حكومه واغلبيه وراس نجل التطبيع هذا ضارب اسرائيل وضارب امريكا اللي الان اغلب الحكومات ما شكلت بالعراق اذا مو برضا امريكي مو مم. 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 ودعم اسرائيلي وغير ذلك اعطيني واعطيك نفط يطلع لهم هم يقول لك انا اجيبك لان انت تعطيني نفط زين هسه اللي يريد يشكل حكومه مثل السيد مقتدى الصدر معقوله اول ما يضرب التطبيع اي معقوله لان مم. كان سماحه السيد يعلم علم اليقين ان هؤلاء حقيقه سيحصرون انفسهم في زاويه ضيقه حتى ان يجدون مخرجا مم. فسيذهبون الى صفقه التطبيع مع الكيان الصهيوني يقول له يلا احنا نطبع لكم بس بشرط بقونا اطلقوا اموالنا المجمده وغض النظر عن الملفات الموجوده عندكم وبقونا بالسلطه لحين ما نموت موته طبيعيه هذا ما يمشي عند رجل دوله رجل دوله احنا مثل ما تفضل استاذ ابراهيم نشتغل صحيح بس نكون اقسى القساة في تطبيق القانون والعداله على هؤلاء الذين باعوا واشتروا بدماء ابن الشعب عن طريق القضاء العراقي القضاء مم. نعم مم. من قال لك مو غير؟ ماكو شيء اسمه، ما تطبق قوانين العداله في العراق الا من خلال القضاء. طبعا. ثانيا انا لما اليوم اردت نومس في القضاء واساهم في تطبيق العداله انا ارفع من اسم قضاء بلدي العراق، مثل ما رادوا ينالون من القضاء العراقي في واشنطن وفي اماكن ما 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 اخرى، يعني هل احنا فعلا نبقى متفرجين عندما لا. نسمع الوكالات العالميه ومؤسسات امريكيه تصنف القضاء العراقي قضاء ارهابيا؟ عليهم اللعنه اللي يصنف بلدنا بثاقب ولا ينالوا لا من السيد فايق زيدان ولا من غيره ولا من اصغر قاضي عراقي طبعاً صح هذه السلطه يجب ان تصان وتحترم لان بقاء الهيكل الديمقراطي بالعراق ببقاء لا وأؤكد على, على جيد دكتور اكد على نقطه جدا مهمه في يعني تكمل الحديث حضرتك السد المنيع الاخير اللي بقى بالعراق الان هو القضاء ولا ويبقى بقى وسيبقى يعني تتباوع على الباقي كل كله منهار فساد خلافات سياسيه كذا بقينا احنا متمسكين بالقضاء الان الامل الوحيد به اللي ممكن يوقفنا لك نحكي لكم انا اللي رايي ما ادري يقبل لولا انا اقول لولا القضاء العراقي لانهارت العمليه السياسيه في العراق من عام 2018 صحيح لولا القضاء العراقي والقضاة الحقيقيين العراقيين المحترمين م. ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية ومحاكم الاستئناف أنا متأكد في 2018 الانهيار صار وانهيار تام لولا لو وقفة القضاء العراقي بوجه بعض القيادات م. وحالتهم للتحقيق ووقفتهم كان كانت الامور اخذت غير منحنى ومنحنى بعيد قد يؤدي بالعمليه بحرب اهليه بالعراق، م. لكن نحمد الله ونشكره عندنا قضاء عادل لكن مشكلتنا بالقضاء هي حلقه التحقيق اللي تؤذي العالم وتخلي القضاء تجي اوراق وماده قانونيه يحكم العالم يقول القضاء كذا وكذا كذا، م. انا اريد اشير الى نقطه آآ يعني آآ انا اعضد على ما تفضل به اخوي الاستاذ عبد الفتاح. اريد اسال سؤال ليش المخدرات والجرائم كثرت بالجنوب والشرق الاوسط ورخيصه؟ خلينا نحكيها هسه المتدينين عود قل الدين لكم. ليش بطل الويسكي وصل 50 و60 الف وغرام الكريستال ب 10000 و5000 وبعض الاحيان يعطوك ببلاش؟ هاي ما منتبهي لها. انا اقول للدوله قصدك يعني... للحكومه أه الحكومه العفو. ايه. انا عندي بيجات بها ملايين. مم. فكلهم يوم تجيني استاذ فتح الاف الرسائل واتمنى في يوم الشرف لتو استاذ تصير المكتب وافتح لكم المكتب الاعلامي افتح لكم الاجهزه وشوف الرسائل والله بعض الاحيان شوف عين شلون المرمى ابكي والله الجنوب والفرات الاوسط وخلي احكيها الآن ما احب منطقة بس خلي اقولها والله اكو مؤامره على شيعه العراق صحيح والله وتلاه وبالله اكو مؤامره على شيعه العراق لتدميرهم، ليش؟ كثرت المخدرات والتجار الحقيقيين برا، هذا اضربه، هذا جيب ادمنا، زين هذا من طببته بالسجن، بت او مرته وين تروح؟ او اخته او زوجته وراح تروح؟ او, أو, أو ابنه مرته الحامل وراح راح تروح؟ اكو هجمه غير طبيعيه، اكو ضريبه غير طبيعيه دي يدفعوها اهل الجنوب، زين السؤال؟ هسه اني البصره معيشتنا إيه. هسه انا من البصره قال إيه. انا من الرمادي وقاعد ببغداد زي. مو ليش بس في مستشفى امراض سرطانيه مال الدخان اللي عايش به العراق بالعماره بالبصره بالناصريه للامراض السرطانيه خلي يسوي واحد ببغداد يا معود كبرتك لا ما اريد ببغداد هسه مو صار تلوث جديد هذا مقصود هسه ليش تحكي اي شنو شنو يلا قول لا هسه انا دا اقول هسه هذا جاء يوم الثلاثه والله جاب له هواء قصدك يشيلون الدور حتى يبنون مكانهم مجمع السكنية ده انت يا ولد لا هم يريدوا يفككون المصفة اي حتى بالمناسبه خل اقول لك شيء و... لا لا دكتور دكتور اسمع من, من عندي اسمع من عندي <الله> شيخ الله يساعدك يا العراق اسمع من عندي شيخ اسمع من عندي دكتور تريد تفككون مصفة الدوره وتودوه غير مكان اي تفضل فك... فككوا مصفة الدوره حتفككوه بس بعد ما حد يقدرون تشدوه مره ثانيه هذا المصفى لا هو ما راح يشد اربع مرات هذا تبرير حتى تفرغ الساحه بعد ما يقدرون يشدوا و... واجعل يا فلان وفلتر راح ياخذوها مجمعات سكنيه وراح تنبني لا لا ليش يفككوه سؤال خل خل احرزهم خوي قللوا التلوث ولا قلل التلوث ليش تفككوا؟ هاي فريتوها على الدوره ايه امم ب... روحوا روحوا ابنوا مصفى وطاقه كهربائيه ومثل مصفى الدوره وغيرها فكل محافظه بصحراها ابنه. وأخذون سووهن مجمعات سكنيه من الشركات اللي راح تعتبر عين مجمعات سكنيه لعوائل الشهداء او للارامل المطلقين والمطلقات والمتقاعدين تقدرون تريحون الشعب هيك ما رايحك ايه اللهم ان شاء الله ما يلحقون عليه مثل صدام حسين رادي من جامع الرحمن وما لحق ان شاء الله ما يلحقون على مصفى الدوره يحولونه الى مجمعات سكنيه مو هو مو بي. مو ما يلحقون مو ل... ل... بدت الخطوات مال مال البناء انا اليوم راح اغثك هواي لا لا <applause> هسه غث ما غث انا ما اكو معلومات ما اريدها تطلع طلعها شارع يريد اذا إيه الناس تسمع الشعب العراقي والله والله اعيش بنص مره تلقاني بالكاظميه مره بديت الصدر مره بس دكتور اكو نقطه جدا مهمه صدقني الشعب العراقي يعرف كل شيء زين بس يقول اريد فديوم يوم اصدق برساله اعلاميه بالراي العام تحكوها هي صدق تمثلنا من ابشر ابشر انا اريد أبش 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 أب. اسال الحكومات العراقيه المتعاقبه بكل قوانين العالم والاستثمار الاستثمار من تطي اراضي تسوى مليارات الدولارات اولا تاخذ منه حصه اثنين اذا اعطيتها مجانيه لازم الاسعار تكون التكلفه زائد 10% البارحه اجيت من جسر محمد القاسم الى تقاطع درويش الى ذلك لل اروح الفد مكان لا زور اباوع هاي البساتين اللي صايره كلها انتهت وكلها استثمار وكل واحد ب 40 دفتر و500 دفتر 50 دفتر والنخل الباقي مقطع الروس مالته استاذ نصير ايه ايه تهيئة لتجريف تهيئة لتجريف على ابوه بس العود واقف ايه. السؤال اللي يطرح نفسه اللي يط استثمار ليش ياخذ كوميشن مثلا وما عمم على الكل اقول البعض زين من انطيت هذا مجمع هسه بالجديد ابشرك هسه شي يسموه مو الزوراء منتزه الزوراء بدوا بيه من شارع الزيتون يقطعون لي قدام ما كل روح بالسياره هسه اليوم شوفه راح اشوف بدات يبنون كوف الشوبات استثمار اهليه على الشارع العام مال الزيتون داخل الزوراء ترفيه ترفيه؟ اذا كافيه ترفيه بس اذا مجمع سكني ما يصير عوام ترفيه حرام ترفيه ترفيه مو ده اقول لك اخذوها السؤال اليوم الجماعه اشتكى والله على اساس ذا اروح للامين ما صار لي مجال اكو شغلات ده تصير شو الامين سؤال هو ما ما شيء ليش ما هذا السؤال لحضراتكم طيب طيب دكتور فتاح يعني الكتله الوراء ما تخليه لو هو ما يشتغل يجي كتاب زين هذا السؤال لحضراتكم وحلفك دم محمد الصدر تجاوب عليه بكل صراحه لما تمشي بالشارع والناس تشوفك يقول لك ايش حيصير بالعراق؟ شو تجاوبهم؟ مو ذا جاوب هسه علني لا هسه جاوب بعد قوه اكثر يعني شو اقول لك؟ اكشف المستور انا زين يعني شوف الخطه زين <applause> هسه لا انا بالسي اي اي لا انا بالاطلاعات لا انا مع المطبخ الخليجي حتى احكي لك زين اذني اسرار لا يعرفها الا الضالعون في العمل الاجنده الخارجيه السريه السريه زي. زين بس اني <applause> قرأتي حتى اكون منطقي مع اليمين الذي قدمته لي السيد الشهيد رضوان الله تعالى على دم غالي العراق في عين الله لا يوقف على هذا العامري ولا يوقف على قيس الخزعلي ولا يوقف على نور المالكي ولا يوقف على صالح المطلق ولا محمد الحلبوسي ولا على اي منهم العراق بعين الله بعين الله اي ما معنى تروح وتجي حكام مثل المطر ماكو غيرها ويروح ينزال المطر وتطلع الشمس المشرقه الشمس المشرقة مقبلة على العراق قريبا جدا عقب أحداث 2025 هاي الأحداث راح بمثابة الغربيل م. فتنقل الغث والسمين ما كان لله ينمو وما كان لغير الله يبقى بر العراق إذا لم يكن قد قبر أسوة للآخر بس العراقيين واصلين القناعة يقول لك هاي الطبقة السياسية ما تغادر ما تغادر؟ إيه إيه ما أتوقع خليني ساكت ليش؟ إيه؟ ما كنت سيغادرون؟ انا متاكد سيغادرون. باي طريقه؟ بطريقه قدوم الكتله الاغلبيه التي تشكل حكومه اصلاحيه وتفتح ابواب الاصلاح الحقيقيه والمحاسبه طيب. سيهرب اغلبهم الى خارج العراق، لكن حق الاسترداد موجود وهذا المبدا موجود، مبدا عالميه الجريمه كتابنا وكتابكم يرجعوا لنا اياهم نرجع نحاكمهم بمحاكم عراقيه. اوف! شيخ. طبعا المحاكمه الاجنبيه العراقيه لا اعرفك العراقي. اعرف المحاكمه العراقيه وهسه نحكي عن القانون والقضاء العراقي وهاي هنا أنا, انا حقيقه ترفع الرايه البيضاء الى القضاء العراقي الذي فعلا سيتسيد المشهد هاي. لان الذي سيحاكمهم يا شيخ. القضاء العراقي مجلس القضاء الاعلى العراقي شيخ هو المؤسسه وهو السلطه الرئيسيه التي من حقها ان تحاسب جميع جي. المجرمين على اقليم الدوله كائن من يكون كائن من يكون ايش حيصير بالعراق قد تكون بعض الاستثناءات بس ما تشملهم. اللي راح يصير بالعراق كالاتي، العراق الان تحت ضغط دولي هائل وتحت ضغط اقليمي هائل. اليوم اللي يعني اقول الله يعين الحكومه السودانية على الضغوطات الدوليه والداخليه والخارجيه ولان اكو بعض الامور فالته يعني مو فالته من يديها، ما تسيطر عليها السيطره المطلقه وخلتها باحراج كلش قوي. المجتمع الدولي ينتظر نتائج 2025. نتائج 2025 انتخابات انتخابات للمنطقه، لا ما يجري في المنطقه. ما يجري في المنطقه وايضا ربطها بانتخابات 2025, 2025. والمخرجات اللي راح تطلع من عندها، فان كانت المخرجات وطنيه وان شاء الله الكل وطنيين حتى لا احد يشتكي، ان شاء الله كليتهم احرار ووطنيتهم اكثر من عند الذهب والحاليين والقبلهم والكليتهم. اكثر وطنيه من عندنا فرا اذا جت نخبه يعتمد عليها وتبني العراق وتحافظ العراق وتسوي توازن اقليمي دولي بالعلاقات العامه ممكن يكون دعمها من كل العالم <applause> اما اذا جت طبقه هاي تميل لهذا البلد، هذا تميل لهذا البلد، هاي عند هذا الفصيل داعمته هذا كذا يبوق وساكتت له هذا، لا راح يصير تدخل دولي مباشر. ولكن المجتمع الدولي حريص أن يكون التغيير من داخل العراق يعني حريص كل الحرص يكون التغيير من داخل العراق عن طريق العملية الانتخابية الديمقراطية لا وبعدين يعني فضاء ديمقراطية موجود يسمح لكثير من الأحزاب أن تظهر يعني قد يكون التدخل الدولي عقب محاكمة الطاغية صدام صارت آلة عسكرية والتدخل نعم هاليا كان هي انتخابات. 30 سنة استبدادي ما يخلي اي واحد يتنفس، الان صار لنا ايش قد من 2003 لحد الان؟ 21. 21 سنة، وبعدها نفس سنة 22، 22 كفيلة بانه تنمي الراي الوطني العراقي والديمقراطية تمنح للجميع حق تغيير ما عدا حملة السلاح وهذه المرة أتوقع أتوقع جازما أن الانتخابات ستطبق قانونها من يحمل السلاح لا يسمح له بحق المشاركه في الانتخابات ما راح يسووها ما راح يسووها قعدوا قعدوا وقالوا لا ما نمنعهم لا, لا منعنوا. ما منعهم من الانتخابات ما يلي لا ما يقدرون هالموضوع لا 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 لو رجل بالعمليه السياسيه لو برا السلاح هسه راح تشوف هسه ابراهيم انا 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 عندي معلومات فيها يعني مو 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 بعيد عنها بس المشكله وين؟ المشكله يعني اليوم اريد اوجه رساله انت راح تختم تفضل رساله للاخوه الاطار اللي يقود يجب ان يكون قائد انتم حددتوا يوم السبت لكن قبل ما ادخل برنامج سربت لي معلومات غير مؤكده اتمنى تكون غير مؤكده انه جلسه السبت اختيار مجلس النواب اجلت اذا اجلت فهذا معناها لو ذراع من الجهه اللي اللي طلعت بيان البارحه وما خلتكم تتخذون قرار انا اشوف الاطار تقدرون تاخذون القرار الحقيقي بالمضي قدما بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي لان مجلس النواب العراقي والشعب العراقي بهواي وطنيين وابطال واهل غيره واهل تضحيه يقدر يقودون المجلس 10 عشرة اشهر ونجي الانتخابات القادمه اللي راح تشوفون ان شاء الله بها مفاجات من العيار الثقيل بانتخاب شخصيات مهمه ولكن ان تكسر اراده الاطار ببيان واحد هذا الشيء يحزننا ترى وراح يخلي العالم مثق انه اكو حكومه واكو قيادات حزبيه شكرا حضرتك الشيخ ابراهيم الدليمي المستشار السياسي دكتور فتاح الشيخ نائب سابق شكرا حضرتك يا بالايام الجايه افوت لازم من الحمايه اسلم له هيك لو عاد يدق عليك الباب مثل بالعكس كل مره حمايتي يعرفونك اي حمايتك يعرفون بس أنت علي والنعم منك جاري وزميلي واستاذي واخو <applause> <applause> عزيز, آخو عزيز. 35 سنه محترف جاب هاك حمايه وجاري وقوي ما معنى يعني شنو؟ انا ونصير اول اثنين حضرنا البرنس كونفرنس بعد 9 4 بالمنطقه الخضراء الله يدوم خواتكم علاقة. فانا متاكد سنحضر المؤتمر الصحفي لتشكيل حكومة الإصلاح عقب 2025 إن شاء الله شكرا إن شاء الله وراح يكون يكون متحدث الإعلام لا 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 ما اشتغل الحكومة لا لا خليك أبدا تريحك الحكومة لا 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 ما أنا سأدعم أي حكومة إصلاحية خلص من سيقود أي حكومة إصلاحية وسيوفر خدمة وستكون عدالة ومساواة وستكون هناك إصلاحات وثورة ضد الفاسدين سأدعمها وبكل قوة بصراحة بزارة. الإعلام من سيكون اشجع من رئيس الوزراء المؤدلج. صح. الاعلامي المستقل اشجع من رئيس الوزراء المؤدلج مو مؤدلج حزبيا. اللي مكنك مع اجنده خارجيه ويشتغل البلد. بس شوف رايي ورايك المستقل العالم تتقبل ولهذا اكثر. لهذا انا عملت في مجلس النواب فتره ذهبت باتجاه السياسه بس كنت ميال الى ان اكون ابقى اعلاميا. بالضبط. ولهذا بقيت في الساحه الاعلاميه وكل الاحترام كل لكل الاعلاميين الشجعان. كل التوفير. ابو التوفير. ابو يقين دكتور فتاح. بس يقول خلص البرنامج حولتوا سوالف احلى العالم تحبيه ابو يقين قبل 2003 انا يا موجودين بنقابه الصحفيين قبل 2000 شباب اوكي الوحيد اللي هو شايل مجله الهدى ورا موجود الكوثر سيد الصدر سيد الكوثر وموجود ويتحدث باسم خط التيار الصدري كانوا يجون يقولوا لي لا تقرب من فتاح مشبوه دير بالك هذا من التيار الصدري راح ياخذوكم هكذا هي هاي الزلم هي هاي الزلم صغار بعدنا وما طلعوا حتى هوية نقابة هي هاي الزلم الشجاعة من صغرها إلى كبارها حتى هوية نقابة ما هي هاي الشجاعة اللي نطلق رأيديها بالمرحلة القادمة تحياتي واحترامي لكم جميعا احترامي شكرا جزيلا حضرتك شيخ ابراهيم مرة أخرى دكتور فتح الشيخ الحبيب شكرا لحضرتك مرة أخرى أنتم مشاهدينا الكرام شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء